بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نتحدث عن تاريخ الجودو. أنشأ الجودو البروفيسور جوجيرو كانو الذي ولد في اليابان في 28 أكتوبر سنة 1860 وتوفي في 4 مايو سنة 1938. أتقن عدة أنماط في شبابه منها الجوجيتسو مثل الكيتوريو وتينجن شينيو ريو. وهو في شبابه طور كانو هذه الرياضة انطلاقا من الفن القتالي الذي يسمى جيوجيتسو بعد أن حذف منه العديد من التقنيات والمهارات الخطيرة، وجعله كانو بهذه الطريقة ملائما أكثر للممارسة الرياضية، مما فتح الباب أمام هذه الرياضة بالدخول إلى الألعاب الأولمبية. تم اختيار اسم الجودو لأنه يعني الطريق اللطيف. أكد كانو على القيمة التعليمية الأكبر للتدريب على الهجوم والدفاع، حيث أنه يمكن لجميع الناس المشاركة فيها والاستفادة منها. لقد تخلص من بعض التقنيات الجوجيتسو الخطيرة وغير أساليب التدريب، بحيث كان يمكن القيام بمعظم الحركات بكل قوة لإحداث نصر حاسم دون إصابة. زادت شعبية الجودو بشكل كبير بعد مسابقة كبيرة استضافتها شرطة طوكيو في عام 1886، حيث هزم فريق الجودو مدرسة الجوجيتسو الأكثر شهرة في اليابان في ذلك الوقت. ثم أصبح الجودو جزءا من نظام التربية البدنية وبدأ انتشاره في جميع العالم. قام الدكتور كانو رئيس الجامعة في طوكيو بتخصيص حياته وتدريس هذه الفنون القتالية أي الجوجيتسو ودمجها، واتخذ أفضل التقنيات منها، ومما أصبح الآن رياضة الجودو الحديثة. إن رغبة جوجيرو كانو مؤسسها هو تعميم طريقة لتحسين استخدام الموارد البدنية والعقلية من خلال اتخاذها كنقطة انطلاق تدريس. وتقول الأسطورة أن إنشاء مبادئ الجودو كان مستوحى من الأشجار المغطاة بالثلو خلال فصل الشتاء القاسي. الجودو هي أكثر من مجرد رياضة ولأشخاص مختلفين، إنها رياضة ممتعة وفن وانضباط ونشاط ترفيهي واجتماعي وبرنامج للياقة البدنية ووسيلة للدفاع عن النفس والقتال وطريقة للحياة. كل هذا وأكثر. تم تقديم لعبة الجودو في الألعاب الأولمبية لأول مرة عام 1964، تمارسها ملايين الأشخاص عبر العالم. اليوم يمارس الناس الجودو على التفوق في المنافسة والبقاء في الشكل والتطور والثقة بالنفس ولأسباب أخرى كثيرة، ولكن الأهم من ذلك كله أن الناس يمارسون الجودو فقط من أجل المتعة. الجودو مرح كما هو الحال في جميع الألعاب الرياضية. الجودو يمتلك مجموعة من القواعد والقوانين الصارمة التي تحكم المنافسة وتضمن السلامة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في اختبار مهاراتهم. توفر الجودو الفرصة للمنافسة على جميع المستويات، من الأندية إلى البطولات الوطنية وحتى إلى الألعاب الأولمبية. هناك أقسام منفصلة لوزن الرجال والنساء. تشتهر الجودو بتقنيات الرمي المذهلة، ولكنها تتضمن أيضا التفكير في التصارع على الأرض باستخدام التثبيت عن طريق التحكم في الجزء الأعلى من الجسم وحركات التهديد لكسر مفصل الكوع وتقنيات الخنق. الجودو تؤكد السلامة والنشاط البدني الكامل. يتم تعلم الجودو على البساط الخاص للراحة والأمان. الجودو فريدة من نوعها، حيث أن جميع الفئات العمرية من الجنسين ومعظم المعاقين يمكنهم المشاركة مع بعضهم البعض وتعلم ممارسة الجودو. الجودو هو نشاط غير مكلف على مدار السنة ويستقطب الأشخاص من جميع نواحي الحياة. يتمتع العديد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما برياضة الجودو، وكذلك الشباب والبنات الصغار جدا. وتطور الجودو الانضباط الذاتي واحترام الذات والآخرين، وتوفر أيضا وسيلة لتعليم الثقة بالنفس والتركيز ومهارات القيادة، وكذلك التنسيق البدني والقوة والمرونة باعتبارها رياضة تطورت من فن القتال، فإنها تطور تحكما كاملا في الجسم وتوازنا دقيقا وحركة انعكاسية سريعة. يمنح تدريب الجودو الشخص نظاما فعالا للدفاع عن النفس، والجودو هو جزء كبير من التدريب الذي يقوم به الرياضيون استعدادا لمنازلات الـ MMA.